الصف الثالث المتوسط، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. بعد ما حكينا بالفيديو الاول عن جميع التعاريف وذكرنا خمس درجات وضمننا خمس درجات بالجيب، اليوم راح نحكي عن جميع التوصيلات. طبعا احنا مكملين بسؤال المعاني، وقلنا سؤال المعاني اول شيء وين يجينا؟ يجينا بالسؤال الثالث، فرع الاي راح يكون تعاريف وفرع البي راح يكون توصيلات. شلون يجيك شكل السؤال؟ شكل السؤال هنا عندك لستة اي وهنا عندك لستة بي، فهنا عندك 1 2 3 4 5 راح تطابقهم ويا من؟ ويا الاي بي سي دي اي اف. عندك 6 نقاط تجاوب 5. توصيلات يعني شنو؟ يعني توصل هاي الكلمه مثلا ويا هاي الكلمه المناسبه مالتها، فتجي بالجواب تكتب رقم 1 الجواب مالتها اف. زين، نرجع هسه الى سؤال التوصيلات. التوصيلات يا شباب عندنا تقريبا 40 توصيل، هذن مهمات جدا وسهلات. ليش سهلات استاذ؟ لانه هاي الكلمه موجوده وهاي الكلمه ايضا موجوده، يعني اللي مطلوب منك انت شنو يا عزيز الطالب؟ انه بس تميز بانه السويت حلويات تجي ويا شوب، فتصير سويت شوب يعني محل حلويات، وفضت راحت. هسه صعبه هاي سويت شوب، سويت يجي وياها شنو؟ شوب. فانت من تشوف هنا سويت وهنا شوب تدمجهن سويه فتصير سويت شوب محل حلويات. الثانيه كار بارك يعني موقف سيارات، كار بارك يعني موقف، كار معناها سياره وبارك يعني موقف، فصير موقف سيارات او جراج سيارات. انفورميشن ديسك، انفورميشن معلومات وديسك يعني مكتب. شايفين هذا اللي يصير مثلا بالمطاعم او غيرها او استعلامات، فانفورميشن ديسك يعني مكتب معلومات. ديسك بريكس، ديسك بريكس، الديسك معناها قرصيه والبريكس معناها مكابح، فصير مكابح قرصيه. زين، انسكت معناها حشرات، بروف، البروف يا شباب معناها عازل، عازل. فمن شي نقول عليه عازل؟ يعني مثلا عازل للحشرات، يعني فد مثلا اقول هاي الخيمه هاي انسكت بروف يعني ما تعبر منها الحشرات، صار واضح يعني شنو؟ يعني مانع للحشرات، فاقول انسكت بروف. زين، هنا عندنا ايضا، خلي اشوف اذا كانت واضحه يمكم او لا. هنا عندنا ايضا اير يجي وياها باج، فصير اير باج يعني حقائب هوائيه، يعني هاي اللي بالسياره الاير باج، حتى بالعاميه احنا نقول اير باج يعني شنو؟ يعني وسائد هوائيه او حقائب هوائيه او اكياس هوائيه. زين، هنا عندنا سويمينج بول، سويمينج يعني سباحه وبول يعني حوض، تدمجهم يصيرون حوض سباحه. زين، فيديو جيم يعني لعبه هاتف، الفيديو يعني ها لعبه، عفوا الفيديو يعني معناها فيديو، والجيم يعني لعبه، يعني العاب فيديو او العاب هاتف عفوا. السان معناها شمس والروف يعني فتحه فسقف، يعني السان شمس والروف يعني سقف، فالسان روف ادمجهن سوية يطلعوا لي اسم مركب معناها فتحة السقف اللي موجودة بالسيارة نسميها السان روف. الليتر بن، الليتر بن معناها سلة مهملات، البن معناها سلة والليتر يعني مهملات، فأقول سلة مهملات أو سلة زبالة. شوب أسيستنت، شوب يعني محل وأسيستنت يعني عامل، فأقول عامل محل. زين، هنا عندنا هذول موجودين بالوحدة الثانية، طبعا عندنا مثلا الفعل دو، شو يجي وياه؟ دو هابي يعني يعمل هوايه، الهابي معناها هوايه، اذا عندك ملزمه ترجم وياي. دو هابي يعني يعمل هوايه. هنا عندنا هاف ا بيكنيك يعني يقوم برحله، بيكنيك نزهه يعني يقوم بنزهه. هاف ا ريست، شوفوا هذول اثنينهم البيكنيك والريست، اثنينهم يجوا وياهم شنو؟ اثنينهم هاف، يعني هاف ا بيكنيك وهاف ريست. فهذول اثنينهم شنو؟ اثنينهم جماعة من؟ جماعة الهاف، فصير هاف بيكنيك وهاف ريس نفس الفعل. الجو يجي وياها ثلاثة، عندنا go to the cinema الذهاب إلى السينما، go shopping الذهاب إلى التسوق، go fishing go fishing معناها الذهاب للصيد. الكيك بس وحدة يعني kick a ball يركل كرة. read a story يعني يقرأ قصة، read a story، ريد يقرأ وستوري قصة.
سكور يجي وياها اثنين، ممكن تكون سكور ا جول، سكور ا جول، سكور ا بوينت يعني يحرز نقطة، وسكور ا جول يعني يحرز هدفا. سبيند عندنا وياها ايضا شنو؟ ايضا اثنين، فاقول spend some time يعني بعض الوقت، يقضي بعض الوقت. spend afternoon يعني يقضي فترة ما بعد الظهر. الواتش ايضا يجي وياها اثنين، فممكن عندك watch TV يعني يشاهد تلفاز، وعندك هنا ايضا watch a football match يعني يشاهد مباراة كرة قدم. win a game وممكن عندنا تجي وياها win a medal، شوفوها هاي win a game or win a medal، اثنينهم ويا الفعل win، win a medal و win a game. هنا play a game نفس الحالة، play a game يعني يلعب لعبة، win a medal. do gymnastic يعني يقوم برياضة الجمباز، do gymnastic. design clothes يعني يصمم ملابس، design يصمم و clothes ملابس، فنقول يصمم ملابس. help sick people يساعد الناس المرضى، help يساعد sick people الناس المرضى. repair يصلح، repair cars يعني يصلح سيارات. send post يعني يرسل منشور، send post. زين borrow a book يعني يستعير كتاب، borrow a book. write a letter يكتب رسالة، write يكتب و a letter رسالة، فصير يكتب رسالة. run a race، run a race يعني يركض سباق. cut hair يعني يقص شعر او يزين شعره، يعني cut يعني يقص، hair يعني شعر، فصير cut hair. give tours يعني يعطي رحلات، give tours يعني يقوم برحلات او يعطي رحلات. make software يعني يقوم بنظام الكتروني، software يعني هو السوفتوير، نظام يعني يقوم ببرامج الكترونية. make a software، software يعني نظام تشغيل. الهاردوير هو الجزء الصلب من الحاسوب، بينما السوفتوير هو جزء البرمجيات من الحاسوب، فنقول make a software. put out fires يعني يطفئ نيران، put out fires يطفئ نيران. زين هسه نجي انا وياكم، ايش راح نسوي؟ راح نحل التمرين الوزاري اللي موجود على التوصيلات. اللي موجود عندنا هنا. زين. هسه أول نقطة، أنت تجي بالامتحان الوزاري تريد تجاوب سؤال التوصيلات. شلون راح تجاوب هذا السؤال؟ تجي هنا. عندك هنا لست A ولست B. الأولى repair يصلح. هاي رقم واحد. ماشي repair. شنو اللي تجي وياها من ذني جوا؟ repair يعني يصلح. أجي هنا repair cars يعني يصلح سيارات أو يصلح سيارات، فأقول رقم واحد الجواب مالتها F. زين رقم اثنين شنو جوابها؟ win يربح. win تجي وياها a medal، win a medal الجواب مالتها A. استاذ نجيب من جيبك؟ لا قبل شوية قرأناها، يعني أنت المفروض حافظها كل كلمة يجي وياها شنو. زين هنا watch رقم ثلاثة، watch شي يجي وياها؟ watch TV، watch TV الحل مالتها B. هاي watch TV يعني يشاهد تلفزيون. رقم أربعة kick يركل، الكيك هي وياها كلمة واحدة أصلا، kick a ball يعني يركل كرة. زين رقم خمسة read يقرأ، أكيد read a story الحل مالتها A. ستة عندنا air يجي وياها bag، air bag يعني وسائد هواية. عندك ترك واحدة وهيك أنت بكل سهولة ضمنت خمس درجات على سؤال الإملاء اللي هو فرع البي. شكرا للمشاهدة وشوفكم الفيديو القادم إن شاء الله.